هو في الحقيقه في كل التظاهرات الكبرى في تونس دابت العاده انه يتم تحول على عين مكان من اجل النظر في جاهزيه الوحدات وخطط موضوعه من اجل التامين. المره كالعاده شفنا جاهزيه وحداتنا في مرتبه عاليه ومتقدمه، وتم تقديم عرض يفي بالغرض من اجل الاطمئنان على جاهزيه كل الوحدات الامنيه من اجل تامين هذه التظاهره العزيزه على جزيره جربه والعزيزه على منطقه الجنوب بشكل عام، لانها حقيقه هي مدخل للموسم السياحي وهي مناسبه غراء بالنسبه للمواطنين اليهود في تونس في جزيرة جربة بالذات، ولكن أيضا لكل المواطنين اليهود من العالم يجيوا في شكل زيارة سنوية. نتمناها أن تكون آمنة، نتمناها أن تكون بادرة خير على التونسيين في جزيرة جربة وفي كامل ربوع الجمهورية التونسية. هذه المحطة الجوية الرئيسية اللي هي مطار جربة الدولي كنا وقفنا على جاهزية وحداتنا في مطار جربة. الحاجة اللي نحب نبينها هو أنه مطار جربة تم الاستثمار فيه ب 35 مليون دينار بعنوان دوسعة، وكان عملية تقريبا ضرورية غير، ولكن في نفس الحين هي الدفع من أجل أنه تصبح المرافق الأساسية للسياحة التونسية على خير استعداد على أشدها في كامل ربوع الجمهورية وفي كل محطة من المحطات. قاعد نشوف أنه ثم أشغال قاعد يعاد الحياة لها من أجل المضي قدما لإنجازها وتفعيلها وفق ما كان مخطط له منذ فترة معينة، ولكن المرة هذه الحكومة عقد العزم على إنهاء الأشغال في أوقاتها بالنسبة لكل المشاريع في كامل أرض الجمهورية. الجمهورية التونسية كلها أرض التعايش والوئام والسلام، ولكن نحن أساسا في جزيرة جربة كل سنة وقت الزيارة نشعر بالفخر باعتبار أنه تأمين هذه الزيارة اللي فيها عدد هام من المواطنين التونسيين اللي يقوموا بالزيارة بتاعهم ويقوموا بالطقوس هي محط أنظار كل التونسيين، وهي محط أنظار كل المواطنين اليهود في العالم. مرحبا بهم في تونس ومرحبا بالسلام في تونس. الحقيقة الوضع الموجود في ليبيا معروف للجميع، ولكن نحن أيضا في تونس نعي جيدا التركيبة الاجتماعية والسياسية في البلد الشقيق ليبيا، ونعي جيدا أن كل الأخطار اللي تحدث بالأخوة الليبيين سنكون معهم من أجل تجاوزها، وأن معلوم موقف تونس في هذا الأمر. الأمر هو ليبي، وقدر ما ننقص من التدخلات الأجنبية قدر ما يكون التوصل إلى الحلول أسرع.